اخر مشهد للفنان اشرف عبد الغفور الله يرحمه في مسلسل رشيد. انت عارف ايه الفرق بين الحق والعدل يا رشيد؟ الاثنين واحد، مفيش فرق. غشيم العدل جزء من الحق، الحق مطلق انما العدل متغير. العدل جزء بس هو اهم معيار بنوزن بيه عشان نوصل للحق. لا مش فاهم، يعني انت لو اديت لواحد فلوس وما كتبتوش ورق، لو اختلفتوا العدل ان فلوسك راحت عليك، انما الحق ان انت انضحك عليك. العدل يا رشيد بيصح ويغلط، انما الحق لا. يعني كل ما هو حق عدل، العدل اجتهاد. يعني انا وجودي في السجن هنا عدل؟ طبعا، لان اللي حكم عليك ما شافش غير اجتهاد. في ادله ومعايير محدده قدامه بناء عليه حكم بالعدل من وجهه نظر اتوفرت ليه مش اكتر. طب ازاي نوري الناس الحق بعينهم؟ ده مش بايدك، لان الحق هو الله. انت تقدر تفرج ربنا للبشر؟ لا طبعا، بس ربنا لما يبقى تجلى للناس بيتجلى. الحق صورة ربنا بيتجلى فيها للناس، وهو حر يختار فيها الوقت والظروف اللي يتجلى فيها على عبيده. ربنا يرحم الفنان اشرف عبد الغفور.